السلام عليكم. أعلنت ميليشيا الحوثي عودة وفدها مع الوفد العماني الوسيط إلى صنعاء قادما من الرياض بعد 5 أيام من التشاور مع مسؤولين سعوديين. قال القيادي في الميليشيا علي القحوم إن الوفد عاد إلى صنعاء للتشاور مع القيادة وإطلاعها على نتائج المفاوضات التي وصفها بالجدية والإيجابية. كشف القحوم عن جولة جديدة من المفاوضات لتجاوز العقبات في الملفات الإنسانية وصرف المرتبات ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى والمعتقلين وفتح المطارات والموانئ وصولا إلى الحل السياسي الشامل. وكانت وكالة رويترز قالت إن وفد الحوثيين غادر الرياض بعد 5 أيام من المشاورات مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ 9 سنوات. إذن نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: لماذا لم يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات والاكتفاء بوصفها بالإيجابية؟ وهل نجحت السعودية في تغيير موقعها من طرف في الحرب إلى وسيط؟ قبل أن نبدأ النقاش نتابع سويا مشاهدينا هذا التقرير. يعود الوفد الحوثي من الرياض محتفظا بنتائج جولته في ملفات مغلقة، لم يكشف عن أي تفاصيل باستثناء القول إن الزيارة كانت إيجابية وتم فيها التوافق حول الملفين الإنساني والاقتصادي. لا معلومة عن جولة ثانية أو مدة زمنية لتنفيذ ما اتفق عليه أو الدخول في حوار يمني كما تخطط الرياض وواشنطن. كل شيء طي الكتمان، وكأن في الموضوع خيبة ما تلقاها وفد الميليشيا. ومع هذا الجميع يرى أن نافذة للحل فتحت في جدار الأزمة اليمنية، وهي النافذة ذاتها التي يستغلها الحوثي للعبور إلى مستقبل اليمنيين بناء على توافقات محلية وإقليمية تجعل من الميليشيا قوة مسلطة على اليمنيين بسطوة السلاح والهيمنة لا باختيار اليمنيين وصندوق الانتخابات، وذلك إن حدث فإنه لن يؤسس لسلام مستدام بحسب مراقبين بقدر ما سيفتح آفاقاً جديدة للصراع. الشاهد فيما يحدث حالياً أن السعودية نجحت في تغيير موقعها من طرف في الحرب إلى وسيط بين الأطراف اليمنية، علاوة على سعيها للحصول على ضمانات أمنية لأمنها الحيوي. إذن مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، أرحب بضيفي. ينضم إلينا الكاتب الصحفي طالب الحسني من بيروت، وينضم إلينا أيضا المحلل السياسي دكتور عبد الوهاب العوج. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ مع طالب الحسني. سيد طالب، مساء الخير. مساء النور عليك وعلى ضيفك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. ما الذي حدث في الرياض؟ حتى الآن ليس هناك معلومات تفصيلية، ولكن هناك أجواء إيجابية، وكان ينبغي للوفد الوطني أن يعود إلى العاصمة صنعاء ليضع ما تم نقاشه في الرياض على القيادة السياسية، وأعتقد أن هذا هو ما يحصل الآن. يعني عندما يقال أن هناك يعني تقدم إيجابي فيما يتعلق بالعقد التي كانت في المشاورات السابقة، نحن نعرف تماما أن الأمر يتعلق بما يتعلق بملف الأزمة الاقتصادية وملف وإمكانية تسليم عائدات النفط والغاز بدفع رواتب الموظفين وآلية البنك المركزي، و يعني ما هو الذي تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بميزانية 2014. هذه المسائل عندما يقول الوفد الوطني أنه حقق بعض التقدم، هذا يعني أن هناك يعني اتفاق على آلية معينة تتعلق بتسلم عائدات النفط والغاز لدفع رواتب الموظفين. مع ذلك ليس هناك نقاشات، يعني هناك نقاش يعني يجري فيما يتعلق بالجدول الزمني للانسحابات التي من المفترض أن تتم حتى يكون هناك نوع من قطع المسافة نحو الحل السياسي الشامل. كل ما يهم اليمن الآن، ما يهم صنعاء الآن، هو أن تخرج السعودية من حالة الحرب ومن حالة الحصار، وأن تعود اليمن إلى ما قبل 2015. يعني إذا ما تمت هذه الإجراءات، وهي في الحقيقة تتم عن طريق إخراج اليمن من حالة الحصار
ورفع الحصار بشكل كامل ومطلق عن المطارات والموانئ، وكذلك تسلم عائدات النفط والغاز على الأقل النسبة الأكبر منها حتى يكون هناك تسوية أشمل، وكذلك استعادة كامل الأسرى، وثم وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن. إذا تحققت هذه الشروط فنحن أمام عودة إلى اتفاق سياسي شامل ومفاوضات يمنية، لكن قبل ذلك لا بد أن تكون هناك. وستعود السعودية إلى وسيط كما كانت قبل 2015؟ ما يحصل الآن، ليس هناك حوارا يمنيا، هناك حوارا يمنيا سعوديا. نعم السعودية تحاول أن تقدم نفسها كوسيط، وربما تنجح في بعض الحالات من خلال الصور أو من خلال ما يعني من خلال التعاطي الرسمي، ولكن في حقيقة الأمر ما يحصل هو حوار يمنيا سعوديا، ولا يستطيع أحد أن يقول أن هناك طاولة مفاوضات يمنية كما كانت تفتح طاولة مفاوضات يمنية آخرها كان في السويد عام 2018 نهاية 2018 من أجل اتفاق ستوكهولم فيما. نحن رأينا ذلك بشكل واضح تماما أن هذا حوار يمنيا أيضا، وأنه هناك اتفاقا يمنيا ولقاء يمنيا بعهد الأمم المتحدة. هذا الشكل من شكل الحوار لا تستطيع السعودية أن تعرضه الآن، يعني كلما عرضته أن هناك حوار بين السعودية وبين اليمن، أن هناك وفدا من صنعاء وليس هناك وفد آخر جاء من أي مكان آخر، بمعنى أن الوفد السعودي هو طرف والوفد العماني هو وسيط، إلا إذا كانت السعودية يعني رغم أن هذا الأمر يعني يجري بشكل واضح تماما، حتى منطقة السعودية الآن أنها وسيط هو شيء من التراجع، هو أمر فيه تراجع. لكن السعودية في كل تصريحاتها فيما يتعلق بنقاشاتها مع الحوثيين بأنها تقود وساطة، وأيضا هناك من يثني عليها من دول الإقليم ومن الغرب بجهود السعودية التي تعمل وتقود وساطة لحل النزاع، بمعنى ليست طرف وليست خصم. طبعا نحن نعرف ذلك أن السعودية تضع نفسها كوسيط وتقول رسميا أنها وسيط، ولكن في الحقيقة الوفد الوطني يعبر أنه يتفاوض مع السعودية وليس في السعودية، يتفاوض مع الرياض وليس يتفاوض تحت يعني تحت رعاية السعودية، فليس هناك طرف آخر، هناك طرفين فقط السعودية واليمن. نحن نعلم يعني كما أشرت سابقا أنه ربما هناك نوع من التجاوز السعودي الرسمي، لأنهم يعبرون عن ذلك وهي رغبة عند السعودية أن تخرج من هذه الحرب، لكن في حقيقة الأمر وجود الوفد العماني أيضا التصريحات الرسمية للوفد الوطني من صنعاء هو في المقابل يعني يعادل ما تقوله السعودية طيب هناك الكثير من النقاط سأعود لأناقشك بها سيد طالب، لكن ابقى معي حتى نترك مساحة أيضا لضيفنا الآخر الدكتور عبد الوهاب العوج. دكتور مساء الخير. مساء الخير أستاذ شادي. أهلا بك دكتور. ما الذي سيتغير في معادلة الحرب اليمنية بعد اللقاء الأخير بين السعودية والحوثيين؟ طبعا وفد ميليشيات الحوثي الذي كرر ضيفك أنه وفد وطني وأنه صنعاء وأنه هو وفد ميليشيات انقلابية انقلبت على الدولة وعلى الشرعية المنتخبة وأدخلتنا في حرب 8 سنوات في عنتريات، وسمت السعودية بالعدوان وأنه العدو الصهيوني الأمريكي السعودي، وفي الأخير تذهب للتفاوض معهم من أجل الحصول على المال، وادعاء أنهم يريدون خروج القوات الأجنبية وخروج القوات التي تحتل اليمن. هم أكثر احتلالا لليمن من أي طرف آخر، هم دمروا اليمن، هم فجروا بيوت اليمنيين، هم سجنوا عشرات الآلاف من اليمنيين، لديهم نظرة عنصرية سلالية مقيتة هي من أدخلتنا في هذه الحرب، لا يعترفون لا بالوطن ولا بالمواطن ولا بالتعددية ولا بالجمهورية،
كل دعاويهم كاذبة، ذهابهم إلى السعودية واستجداءهم المال من السعودية بطريقة مذلة كما نشاهدها على قنوات الأخبار. ويقول لك الوفد الوطني، أي وفد وطني وهو يشحت من قبل دولة ضربت اليمن بالصواريخ وبالطيران وأوقفت الميليشيات الحوثية صراعها مع هذه القوى الإقليمية سواء في الإمارات والسعودية بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني. لا يوجد أي دعاوى وطنية لدى ميليشيات حوثية تقتل اليمنيين، وكل ما تريده هو المال، وتقول أنها لن تتفاوض مع اليمنيين فتتفاوض مع المعتدي، وهذا المعتدي تذهب إليه سواء تلتقي فيه في ظهران الجنوب أو في عمان سلطنة عمان أو في الرياض. وبالتالي فالحرب وضعت أوزارها ما بين الميليشيات الحوثية والسعوديين ما باتفاق الإيرانيين والسعوديين في الصين، وما يحدث الآن هو تسوية للملعب بناء على تلك الاتفاقيات وتوجيهات الحرس الثوري الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن. اليمنيين للآن لم يشتركوا في أي مفاوضات مباشرة منذ مفاوضات الكويت، والطرف الحوثي دائما يعود للداخل ليلتقي بعبد الملك الحوثي هو صاحب القرار، ومن الأولى أن يكون صاحب القرار لدى الميليشيات الحوثية هو من يفاوض بدل أن يذهب بسطاء عنه ثم يعودون إليه في كل مرة، كما حدث في 3 أشهر في الكويت في آخر المطاف قالوا نعود إلى القيادة، وهذه القيادة هي عبد الملك الحوثي الذي يمثل لهم ولاية فقيه جديد في اليمن، يريدون أن يعيدوا لنا نظام الإمامة بطريقة أخرى. والشعب اليمني في معظمه لا يقبل بهذه الميليشيات الحوثية، وحتى وإن تصالحوا مع السعوديين وستظل الحرب قائمة بين اليمنيين إلا إذا اتفقوا مع اليمنيين على المواطنة المتساوية وأن الشعب اليمني له حق السلطة وأن هناك انتخابات وتعددية والقبول بالآخر، دون ذلك سيظل اليمنيين في قتال وفي صراع مع ميليشيات كهنوتية عنصرية تستدعي الماضي وتدخلنا في حروبات التشيع. طيب دكتور، يعني هل نجحت السعودية فعلا في الخروج من الحرب اليمنية من بوابة الميليشيا؟ قد خرجت السعودية منذ عامين ولا ترى لا مسيرة ولا صاروخ يتجه إلى المملكة، الصواريخ الآن تتجه إلى مارب ويقصفون، لكن هي ما زالت تتحمل الكثير يا دكتور، يعني نتائج هذه الحرب النتائج الكارثية بحروبهم مع اليمنيين. طيب دكتور، النتائج الكارثية وما وصل إليه حال البلاد، يعني السعودية المجتمع الدولي والإقليم والجميع يرى بأنها هي يعني ما زالت الطرف الرئيس في هذه الحرب وأن المسؤولية تقع عليها بأكملها بما لحق في البلاد. هل اليوم بحواراتها مع الميليشيا وصلت للهدف الذي تريد من أجله الخروج تماما من هذه الحرب؟ لن يكون مع ميليشيات حوثية انقلابية، سيكون مع كل اليمنيين في مفاوضات يمنية يشرف عليها الأمم المتحدة، وتكون السعودية والإمارات وغيرها داعمين لليمن في عدس الإعمار، والقضية ليست قضية مرتبات لموظفين يريدون الحوثي أن يستلموها ولا يلتزمون بشيء، لا أطلقوا الأسرى والمعتقلين، لا فكوا حصارهم لمحافظة تعز، لم يفكوا الطرق التي لغموها وفخموها في الساحل الغربي وباتجاه محافظة مارب واتجاه الجوف واتجاه لعج والبيضاء وتعز وغيرها من المناطق. الحوثي عنصر يعني استفزاز وحرب وقتال وغلبة بالقوة والبندقية، وعندما يتفق اليمنيين في مفاوضات يمنية من يشترك فيها كل الأطراف سواء بالمجلس الانتقالي الجنوبي القوات الجيش الوطني في وايضا شرق اليمن في محافظات المهره وحضرموت وشبوه وتعز والحديده وغيرها من المحافظات في مفاوضات حقيقيه بين المناطق المحرره والتي يعني فيها قوات المقاومه الشعبيه والجيش الوطني، عندما يجلسون مع الميليشيات الحوثيه ويصلون الى اتفاقات ونطالب المجتمع الدولي والمجتمع الخليجي بإعادة إعمار اليمن في مشروع كبير يشبه مشروع مارشال في أوروبا حينما انتهت الحرب العالمية الثانية، دون ذلك دون التعددية السياسية دون القبول بالآخر دون إرسال حكم الأقاليم والمحافظات ذات الصلاحيات الواسعة سنظل نتقاتل اليمنيين مع ميليشيات كهنوتية في الشمال وعلى ميليشيات انقلابية انفصالية في الجنوب. السعودية حققت مبتغاها وشرذمت اليمنيين وجعلتهم يعني موزعين بين أهواء مناطقية ومذهبية سلالية بعقليات متخلفة تعود بنا إلى مئات السنين
وولاية فقيه جديدة، وبالتالي لن يكون الحل في اليمن إلا حلا وطنيا يؤمن بالمواطنة المتساوية، وأن يشارك الجميع في السلطة وفي الثروة، وأن يشارك الجميع في الحق، ولا يوجد لأحد فضل على أحد، ولا لأحد على أحد، فكلنا من تراب وكلنا لآدم. لا يوجد هاشمية سياسية تريد أن تستولي على اليمن بدعاوى كهنوتية إمامية، ولا يوجد لدينا انفصاليين. وضحت الصورة، وضحت الصورة، هذا هو الخلاصة يعني. ابقى معي دكتور، أعود لسيد طالب الحسني. سيد طالب، يعني كنا في السابق عندما نشاهد إعلامكم ونشاهد ما تتحدث به حول قيادات سياسية تتردد على قصور السعودية وفنادقها، وأنتم يعني تكيلون عليهم كل الشتائم، اليوم أصبحتم تترددون أيضا على قصور وفنادق السعودية، وكما يبدو أن لديكم مشارط أو شروط وبعض المتطلبات، إذا ما لبيت ستسقط شماعة العدوان وستعود السعودية يعني صديق وحليف استراتيجي كما يبدو. كيف ترى الأمر وإلى أين تذهب الأمور؟ يا سيدي، لا بد للحروب أن تنتهي بحوارات. من قال لك أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار وأن يكون هناك إنهاء للحرب عن طريق المفاوضات السياسية؟ ليس هناك حروب في العالم لم تنتهي بحوارات بين الأطراف التي كانت تتقاتل، هذا أمر عادي جدا. عندما يقال اليوم هذا وفد لم يذهب، لكن كنتم تقولوا بأن السعودية تمتلك فاتورة كبيرة يعني يعجز العالم بأكمله عن دفعها بما ألحقته بكم وباليمن بأكملها كما تحدثتم. اليوم صار الموضوع فقط مجرد دفع مرتبات وشراكة مع الحكومة الشرعية في الإيرادات وانتهى الأمر. ليست قضية ولا أحد يذكر ما تسمي أنت شراكات مع الشرعية، لا أحد يعترف بها أساسا. وعندما يقال أن هناك مفاوضات مع السعودية، هناك مفاوضات مع السعودية، واحد من أبرز ما يطرح هو الانسحابات، هو إعادة الأضرار، هو إعادة الإعمار، هو وقف اليد السعودية التي كانت تعبث باليمن على مدى عقود من الزمن، هو هذا الخروج المذل للسعودية وانتهاء حربها على اليمن وانتهاء حصارها على اليمن. لا أحد يفاوض السعودية من أجل أن تكون صديق، اليوم المفاوضات من أجل أن تخرج السعودية من هذه الحرب، أن تعيد الإعمار، أن تنسحب وتسحب قواتها من جنوب اليمن. كم هناك فرق كبير بين من ذهب ليستدعي القوات السعودية ويستدعي الطيران السعودي ويستدعي الحرب السعودية ويستدعي الحصار السعودي، وبين من ذهب من أجل إخراج كل هذا العبث، من أجل إيقاف كل هذا التدمير، من أجل إيقاف السعودية. ليس هناك ما يمكن أن يقال عندما يكون هناك حروب إلا أن تكون هناك حوارات بين الأطراف التي تقاتلت، بين الأطراف التي تنازعت، بين الأطراف التي دخلت معركة حاسمة. نعلم يقينا اليوم أن السعودية وأن هذا التحالف الذي كان يقول أنه سيعيد ما يسمى الشرعية إلى صنعاء فشل كبير، وهم اليوم يبحثون عن مخارج، هم اليوم يبحثون عن خروج من هذه الحرب. فإذا الطرف الخارجي الذي تم الاستقواء به من أطراف محلية خائنة وعميلة وذهبت تستجدي تدخلا سعوديا وتدخلا خارجيا أمريكيا وبريطانيا وإماراتيا فشلت. هذا التحالف الذي دخل بقوة عسكرية، هل كان يؤمن بالسلام؟ هل كان يمكن أن ينهي الحرب بالتفاوضات السياسية لولا أنه فشل عسكريا وفشل سياسيا؟ وهو اليوم السعودية تخشى أن يكون هناك استهداف بأراضينا، السعودية تخشى من الطائرات والصواريخ، السعودية تخشى من أن تدفع ثمن هذه الحرب، وبالتالي هي تعالجها اليوم، هي تريد أن تعالج هذا الحرب. فإذا ما هي شروط أن تخرج السعودية؟ من شروط أن تخرج السعودية من الحرب أن يكون هناك رفع من حصار، أن يكون هناك إعادة للإعمار، أن يكون هناك جدول زمني واضح للانسحابات من الأراضي اليمنية. نحن نتحاور مع محتل، نقول له يجب عليك أن تنسحب، يجب عليك أن تدفع. يعني اليوم أقوى مطلب وأهم مطلب بالنسبة لكم من السعودية هو كما يقال باليمني فكوا لنا، يعني تركونا وشأننا وبس. ليس فكلنا، هذا كلام فاضي، كلام ليس له أساس. أنت تتحدث الآن منذ قليل بأنه رفع العدوان، سحب القوات، الابتعاد عن التدخل في الشؤون اليمنية، وبالتالي هذا هو مطلب فقط. مطلب إعادة الإعمار ماذا يمكن أن تسمي؟
سحب القوات الأجنبية من الأراضي المحتلة التي أدخلها العملاء والخونة وقاتلوا معها. ماذا تسمي هذا؟ هذا انتصارا كبيرا. إذا أعادت الإعمار كنوع من الكرم والوساطة التي تقودها، تحالف، وقف للتحالف. لماذا وقف؟ هذا وقف للتحالف، هذا وقف للاعتداء على اليمن. عندما ترفع الدول التي اعتدت على اليمن الحصار، وعندما تعيد الإعمار، وعندما تنسحب من الأراضي اليمنية، وعندما لا تتدخل في الشأن الداخلي اليمني، هذا ماذا تسمي؟ طيب سيد طالب، الآن يعني وضحت فكرتك، ولكن لدي نقطة أخيرة. وضحت فكرتك تماما، ولكن لدي نقطة أخيرة هو فيما يتعلق بهذه المباحثات والمشاورات. يعني يمكن أكثر من عام أو ما يقارب عام، الوفد العماني أتى، الوفد العماني غادر، الوفد السعودي وصل صنعاء، الوفد السعودي غادر، الوفد الحوثي وصل الرياض، غادر الرياض. هل هناك يعني فترة أو مدة زمنية تحدد متى تنتهي هذه المفاوضات ومتى تصلون إلى نتائج نهائية؟ لأن يعني أرهقتم أذهان الناس من المتابعة دون نتائج ودون جدوى. في الحوارات السياسية قد تكون هناك حوارات طويلة، ونحن لا نقول أن هناك تقدم، نحن نقول أن هناك لا تزال هناك عراقيل، لا تزال هناك عدم جدية حتى من السعودية، لا يزال هناك أمور كثيرة، لا يزال هناك ضغوط أمريكية تمارس من أجل عدم اكتمال هذا الحوار وهذه المفاوضات. هناك عجز سعودي في اتخاذ القرار والخروج من الحرب. هناك قرار للرباعية الدولية التي هي تتحكم بالحصار والحرب. لا نقول اليوم أن هذا الحوار وإن كان طويلا، لأنه اليمن يقود حرب هي في الأساس حرب وجودية اضطرارية، لم يعتدي على أحد ويدافع عن الجمهورية اليمنية. عندما يتوقف الطرف الآخر ويطلب المفاوضات وتبدأ المفاوضات، إذا الطرف الآخر توقف عن رجواني، الطرف الآخر يريد أن يخرج من هذه الحرب. الذي يريد أن يخرج من هذه الحرب يجب أن يدفع تداعياتها. وضحت الصورة، وضحت الصورة الآن. وبالتالي ليس خروج السعودية ليس أمرا سهلا. لا تزال السعودية تناور، لا تزال السعودية تعتقد أنه بإمكانها أن تراهن على الوقت، أو تراهن على بعض الأدوات، أو تراهن على بعض الضغوط، أو تراهن على أن يكون هناك أمور قد تحصل في الداخل. هذا الرهان السعودي سينتهي إلى وزن. وكل ما يقال الآن للسعودية، عليكم أن تدركوا أن رهانكم على الوقت، رهانكم على أوراق أخرى على الحصار، هي قد ستنتهي إلى. وضحت الصورة سيد طالب، أرجوك لحتى نترك مساحة لضيفنا الآخر. أشكرك. أذهب لدكتور عبد الوهاب العوج. دكتور، يعني هل ما تم بالفعل يعتبر مقدمة للسلام أم بوابة لصراع جديد وطويل الأمد؟ طبعا الميليشيات الحوثية هي سبب كل هذا الصراع، وهي سبب الحرب، وهي سبب ما يعانيه اليمنيين بانقلابها المشؤوم. وكما تعلم كل ما حدث منذ أن يعني أتوا من صعدة إلى عمران إلى صنعاء وإزاحة الرئيس المنتخب الشرعي ووضع تلاه من معارك وقتال، كلها نتيجة الكهنوت الحوثي التابع لإيران. حينما يتحدث عن الارتزاق، هم سبب الحرب لأنهم مرتزقت إيران. هم من قاموا بحروب الدولة اليمنية في 6 حروب في صعدة، وعندما تم الاتفاقات كانوا يتنصلون منها. هذه الجماعة هي جماعة ميكافيلية تؤمن بالتقية وتقاتل اليمنيين بدعاوى كاذبة، وهي تابعة لإيران والإمبراطورية. وضحت يا دكتور، ولكن هل ما يتم حاليا مؤخرا هو مقدمة لسلام حقيقي أم آفاق جديدة لحرب ستفتح؟ هذه أي مؤشرات لسلام حقيقي، لأن الجماعة الحوثية لا تؤمن بالسلام، لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، وكل ما تدعيه من إعادة الإعمار أو من المرتبات كلها كذب على الدقون. استلموا تريليونات في البنك المركزي، استلموا 8 مليار دولار، استلموا كل خزائن الدولة، والآن الجمارك والضرائب والاتصالات ودخل موانع الحديدة تذهب إلى المشرفين وإلى الحوثيين، ولا يستلم المواطن والموظف في الجمهورية اليمنية أي ريال واحد من هذه الميليشيات الكهنوتية. هم دائما يعلقون شماعاتهم، يريدون من الطرف الآخر أن يدفع مرتباتهم
وهم لديهم عشرات التريليونات في العام الواحد من كل هذه المداخيل، وبالتالي فالقضية لن تنتهي مع هؤلاء الجماعة، لأنهم جماعة كهنوتية لا يؤمنون بالسلام ولا يؤمنون بالمواطنة، ويعتبرون أنفسهم أسياد على اليمنيين، وهم أتوا من طبرستان والديلم. وضح الدكتور، لكن يعني هل هذه أو المعطيات الحاصلة اليوم، يعني من خلال هذه المعطيات، هل ننتظر جولة جديدة مرتقبة أيضا في مفاوضات أو مشاورات ما بين الحوثيين أو ميليشيا الحوثي والشرعية، أم أن الوضع سينتهي فيما يدور حاليا ما بين السعودية فقط وميليشيا الحوثي؟ يا أستاذ شادي، الحوثي يريد أن يلتقط أنفاسه، هناك غليان شعبي في المناطق المسيطر عليها من الميليشيات الحوثية، يريد الحصول على مكاسب ومغانم ليستعد لدولة حرب قادمة تكون في مأرب وفي تعز وغيرها من المناطق. الحوثي لديه مشروع إيراني صفوي يريد السيطرة على كل اليمن، ثم بعد عشرات السنين سيتدلّه إلى سلطنة عمان وإلى المملكة. المشروع الحوثي هو مشروع إيراني فارسي يعتمد على سيطرة الفرس، وهؤلاء هم أذناب فارس من خلال دعمهم منذ 40 عاما، وبالتالي فأي اتفاقات قادمة هي فقط لتسوية الملعب بالنسبة لهم وإعادة تنظيم صفوفهم لمقاتلة اليمنيين، ويقاتلون اليمنيين باليمنيين لأنهم يستخدمون الشعارات الكاذبة ويستغلون سذاجة الناس ليوجههم نحو المعارك. الميليشيات الحوثية ميليشيات كهنوتية لا يمكن أن تدخل معها حتى باتفاقات حقيقية، منذ أن كانوا في صعدة في مديرية مران وضحيان وهم يتفقون مع الحكومة ثم ينقلبون على تلك الاتفاقات، هم يكذبون كما يتنفسون، وبالتالي وضحت الصورة. مفاوضات قادمة هي مجرد ذرة رماد على العيون في وجوه اليمنيين الذين اكتووا بنار الحرب، وضحت الصورة. مدمر الشعب اليمني في حالة فقر مدقع. وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الدكتور عبد الوهاب العوج، وفي ختام هذه الحلقة أيضا أشكر جزيل الشكر لضيفي طالب الحسن محلل سياسي يمني كان معنا من بيروت، وشكر أيضا لكم أنتم مشاهدينا على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي من جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.